السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في قناتي قناه كوزين لاكير. اليوم راح نقدم لكم وصفه سبادون. سبادون نقولوا له بالعربيه جوفوال. نبداو الوصفه سهله، اليوم راح ننقلوه برك، ما حش نديروه بلا صوص، يجي روعه وصحي جدا. بسم الله، نبداو في المقادير. لازمنا نديروا له الثوم كما راكم تشوفوا هكذا، اللي دارت له الثوم، ونعصروا له القارص من الفوق، ليمونه هكذا هذا، نعصروا له القارص هذا هكذا عشوائي، نخلوه هكذا تما نترمدوه كاع في القارص والثوم، يجيكم واحد البنه روعه. وتحلوا الثوم كاع هكذا، فوالا شوفوا كيفاش يجي كعب الثوم. دوكا نزيدوا له شويه تاع الملح، ما نكثروش باسكو الاسماك فيهم الاملاح. فوالا صافا، نزيدوا فلفل اكحل صافا، نديروا له صافا كميه ماشي بزاف، اللي ما يحبش الحار ما يكثرش الفلفل الاكحل. ونزيدوا له الكمون، الحوت يحب الكمون صح، ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش ثقيل، باسكو الكمون يثقل الماكله كي تكثروا. فوالا خلوه يشرب مليح هكذا، دركا بعد ما درنا له هذاك الليمونه صافي عندنا هنايا 500 غرام دو سبادون دو لاي كوبان بويفر نوار اي سيل اي ان جو دو سيترون، ولازمنا دو لا مايزينا اي دو لا شابلور، ولازمنا المايزينا هي نشاء الذره، وخبز ملحي محمص. نديرو هكذا درك بعد ما درنا له القارص، دوك راح نديروه في نشاء الذره في المايزينا. فوالا هكذا لازم نقطوه مليح باش الثوم ما طيحناش هكذا. بعد نعاودو ردوه في القارص، شوفوا مليح تبعوا مليح الطريقه هكذا، عاودوا ومن بعد نديروه في لا شابلور. شوفوا طاح لي شويه تاع الدرسه، لازم نردوها هكذا هكذا فوالا. نزيدوا النحو هذه شي مشكل، نديروا لها هكذا ونزيدوا نغمدوه في لا شابلور هكذا، دخلوا له مليح لا شابلور باش يجيكم كروستيه مقرمش. فوالا ها او ميم طون تشد لكم الثوم الداخل، علاش درنا له لا مايزينا باش يشد لنا الثوم وما يشربش الزيت في تقليه هكذا، يجينا يشغل ان بيني ان بيني دي سبادون. شوفوا لازم تدخلوا له مليح، شوفوا كيفاش يجي روعة. زيدوا هذا ولا طاح تعاودوا ترفدوه ما يهمش، ليسونسييل تلصقوا له كاع المايزينا. شوفوا راني ندير في القارص، تحطوها هكذا ترمدوها مليح في المايزينا نشاء الذرة. الى خاصة تزيدوا شنو ما ديروش بزاف من الاول باش ما تخلوش ترمو ها، دوك كي يبقى لي اونكا يبقى لي ولا يطيح لي فيه الثوم ولا نعاود نرجعو. نظن طريقه سهله جدا فوالا، طريقه سهله نعاودو
نديروه في القعرس هكذا في الليمون نحو هذه خاصنا نقلوها نحطوها هنا ليش في الطرف ونعاودو نرفدو هذه ونديروها في الخبز المرحي طاحت الثوم نرجعوها نديروها له خاطش هذا هو الصح الدرسة تاعنا هي الصح اللي درناها توابل نشل اليدية ونكمل بعد ما درنا له لا شابلور درك نوضو نقلوه هاهو كيفاش يجي نديروا له الزيت في المقله ونقلوه ما نعمروش المقله نديروا نص باش نص نتاع الحوت تاعنا ونخلوها تطيب العقل هادش لا ترونش هذه شويه خشينه لازم نخلو لها الوقت باش طيب نديروها على حراره درجه حراره متوسطه متوسطه الحوت صحي مليح بزاف للصحه وما يسمنش سورتو الا شويناه مامي الا قليناه ما يسمنش كيما تكفريلوش الزيت وديري له بابي ابسوربون خير من اللحم توجور الاسماك ملح صحيه اكثر من اللحم نكثروا من اكل الاسماك خير من نكثروا من اللحم رائحة السمك روعة مع الثوم نحاول ندورو فيها هكذا باش تحمر لنا مليح تجي ذهبية اللون الزيت غير في القاع لازم تنصفو لا ترونش لازم يكون الزيت في النص تاعها باش طيب مليح باش كي نقلبوها تاعها طيب من زوج جوايع اليوم راح نديرو هكذا غير في سلطه ما نديروش صوص طوماط ولا صوص شامبيون تحبوا تزيدوا له لاصوص اللي تحبوها زيدوا له صوص الطماط ولا غيرها صلصة بطاطا ثاني مليح بالبطاطا دركا نقلبوها هاكا باش تجي طيب لكم كيلي بيني تجي روعة لا تولق تاعها ولا أروع لون ذهبي بعد حين هاي وجدت الوصفة تاع السبادون تاعنا مقلي سهله توجد لكم في دقيقه مع شويه السلطه شبحوها هكذا تجي روعه ريحتو راهي تشهي ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وفعل الجرس والى وصفه اخرى ان شاء الله.